السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس أحمد عبد الباقي من قناة All About Renewables، والنهاردة نبدأ أول فيديو فعلي في شرح برنامج بي في سيست. هنتكلم عن نقاط أساسية، التحديثات اللي حصلت في البرنامج في الإصدار السابع عن الإصدارات السابقة، وهنتكلم بتعريف بكل جزء في واجهة البرنامج لأنها اختلفت عن الإصدارات السابقة لكده. طيب، بالنسبة للتحديثات اللي حصلت في البرنامج، أهم التحديثات ديت كان واجهة البرنامج. واجهة البرنامج بقت أفضل بكتير، وبقت فريندلي أكتر، وبقت مختلفة عن الأول. يعني زي ما احنا ما شايفين في الوقت الحالي إن الواجهة بتاعت البرنامج بقت مختلفة تماما، غير التقسيمة بتاعت قبل كده. في أجزاء هنا هنتكلم فيها بالتفصيل بعد كده، ده عن الجريد كونكت سيستم وستاند ألون. ولو أنا مثلا فتحت سيستم من جوه أز بروجكت، الشكل بتاع البرنامج اختلف تماما. فكل ده اختلف عن السيستم قبل كده، ولكن طبعا نفس النتائج، نفس كل شيء في البرنامج ما اتغيرش، هو بس الشكل بتاع البرنامج اختلف شويه للناس اللي كانت شغاله دايما على الفيرجن 6 وكانت متعوده عليه. طيب، تاني جزء اتغير معانا السيميليشن لايف ريزلتس. يعني النهارده وانا بعمل سيميليشن بقيت بشوف شكل السيميليشن دي بيتعمل ازاي. يعني على سبيل المثال، ان انا دلوقتي لو مثلا دوست على سيميليشن المشروع موجود مثلا تيست، دلوقتي انت بتشوف كل الكيرفات بتترسم وكل الحاجات، وتقدر كمان تختار اي كيرف يظهر ليك، تقدر تغير كل شيء اثناء السيميليشن. طبعا هنا السيستم بسيط قوي اللي اتعمل له سيميليشن، فالسيميليشن خلصت في ثواني، ما لحقناش نتكلم عنها، ولكن هنفهم بعد كده ان احنا لما نيجي نعمل بروجكت نقدر ان احنا نعمل فيها بعض الامور ونحطها اكيوريت اكتر، هتاخد وقت اطول من كده بكتير. في سيميليشنز ممكن تستمر لمدة 30 دقيقة أو 40 دقيقة أو أكتر من كده كمان، لما بتكون بتعمل الكالكوليشن بصورة أكيوريت أكتر وفيها تفاصيل كتير. تمام، فكده إحنا هنا نقدر نغير كل التشارتس اللي بتحصل ديت أثناء السيميليشن، نتفرج عليها ساعة بساعة ويوم بيوم أثناء عمل السيميليشن. طيب، بالنسبة للجزء التالت اللي اتغير معانا، الويزر داتا. الويزر داتا نفسها اللي بقت ميتيو نورم 7.3، ودي احدث من الفيرجن اللي كان متواجد قبل كده، كانت 7.2، ودي بتاثر معايا في النتائج، لان دي بتاثر معايا على درجات الحراره والاشعاع الديفيوزد والدايركتد والدايركت راديشن، وبتغير معايا الهيوميديتي والويند سبيد، كل الحاجات ديت كلها بتتغير معايا. طيب، من ضمن الحاجات اللي اتغيرت معايا وبصراحه كانت مفيده جدا جدا للناس اللي بتشتغل على الميجا بروجكت، السب اريز. السيستم قبل كده كان اقصى عدد فيه انك انت تعمل سب اريز. هنعرف ليه احنا بنحتاج نعمل سب اريز فيما بعد، ولكن مبدئيا السب اريز ديت بتبقى بتساعدنا ان احنا لما بنيجي نعمل اي شغل فيه اختلافات ما بين سترينج وسترينج، او موديول وموديول، او انفرتر وانفرتر، وفي اختلافات في السيستم في اجزاء مختلفه مثلا اورينتيشن مختلفه، فبنضطر ان احنا نعمل سب اريز ثانيه. يعني على سبيل المثال، لو انا مثلا فتحت سيستم هنا للبروجكت دوت، هو مجرد نوع تيست هنا، ده هنا السب اريز. الاول طبعا السب اريز كانت بتظهر جنب بعضها بصوره مختلفه عن كده، هنا بقوا بيظهروا في الجنب دوت. هنا نقدر ان انا اعمل كميه سب اريز كتير قوي، هنا بقت انليمتد. الاول كانت عددها 8 بس، النهارده ممكن مثلا اخليهم 2 3 4 و5 و6 وهكذا. هو بس اخد وقت عشان يعمل الموضوع. ممكن ان انا كمان اعمل كوبي، يقدر ان هو ينسخ. تمام، عندي الجزء اللي اتغير بعد كده، ان انا عندي بقى الاوتبوت اي سي ريزلتس. ايه الاي سي سيركت اللي اتغيرت فيها؟ يعني انا النهارده بدا يحصل لي بعض التغييرات في الاي سي. طيب، الجزء دوت كان بيظهر عندي في الجزء بتاع ديتيد لوسز. لما انا بدخل في الوايرنج بتاع الاوميك لوسز، هنا الاول كان الدي سي والاي سي، حرفيا كان الجزء الاولاني لما بنيجي بنشتغل هنا كان بيشتغل على الاي سي وكانه الكروس سكشن اريا للدايره كلها. النهارده انا ممكن اشتغل للانفرتر، وممكن اشتغل للسيستم ككل اللي هو فيه 10 20 30 انفرتر في قطعات فيه. طبعا الاول كان غلط شويه لما بيقول لي مثلا انت محتاج 2000 ملم من الكيبل اللي انت محتاجه للسيستم ككل، ودي طبعا مش قيم موجوده في الواقع، هو كان موضوع نظري ليس اكثر. ولكن دلوقتي انت ممكن بير انفرتر تقدر تحط له الاطوال وتقدر انك انت تشوفه، ودلوقتي انت تقدر تضيف عليه ميديوم فولتج ترانسفورمرز. لو انت شغال ميجا بروجكت تقدر تعدل تحط ترانسفورمر باللوسز بتاعته بكل شيء، ولو في هاي فولتج ترانسفورمر تقدر كمان انك انت تضيفهم، ودي طبعا اضافه كويسه جدا. على الرغم من ان برنامج بي في سيست هو برنامج سيميوليشن للسولر ومش بيديك ادق النتائج خاصه بالجزء الكهربي، ولكن تقدر دلوقتي انك انت تحصل على نتائج اكثر دقه من الاول بكتير. فلا يعني ده بصراحه اضافه بالنسبه لي، يعني اضافه عظيمه يعني. الايكونوميك ايفالويشن، يعني ده جزء مش كل الناس كانت بتشتغل عليه بالبي في سيست، كانوا بيشتغلوه اكتر بالاكسل شيتس،
ولكن في الوقت الحالي هو اضاف عليه جزء ان انت تقدر تحط فيه كود متعدده، يقدر تحط فيه النت بريزنت فاليو بيظهرها لك، ويقدر يظهر لك ال LCOE اللي هو الليفلايزد كوست اوف انرجي، فدي اضافه برضه متواجده. الشيدنج لما بنيجي نتكلم عن ال 3 دي شيدنج وتدخل ترسم جوه البي في سيست، ويعني انا مش من الناس اللي بتفضل انك ترسم جوه البي في سيست لان هو لا زال مش برنامج رسم، ولكن هم عملوا فيه بعض التعديلات خاصه بالفيكس تيبلز قلبها لتراكرز، تقدر انت دلوقتي تدخل وتعمل تراكرز وتعدل فيها وبيسيب ما بينها مسافات وتقدر ان انت تعمل سيميوليشن عليها. في جزء اخير هو عملوا اضافه عليه السبيكترال كوركشن، يعني السبيكترال كوركشن دوت اما ظهر معايا هنا بيظهر في الديتيل لوسز في الجزء دوت. هنا تقدر انك انت تدخل تستخدم في السبيكترال كوركشن، بيعمل لك بعض التعديلات الخاصه بالهيوميديتي والمسار بتاع الشعاع لحد ما يوصل للكوليكتور او البي في موديول، من ذرات الهواء بقى ويدخل فيها التغيرات اللي بتحصل في الجو والسان بوزيشن واللوكيشن بتاع المشروع بتاعك، كل ده بيكون متواجد في الجزء دوت. طيب النهارده في اكتر من موديل بيشتغل في الجزء دوت، لو انت اشتغلت سانديا موديل هو بيشتغل عليه، او كريست ده بيشتغل مع الثين فيلم، او انت تقدر النهارده فيرست سولر عملت الموديل دوت يقدر ان هو يشتغل معاك، هو بالديفولت بتاعه بيبقى ديسيبلد كده، لكن لو انت عملت كده عملت تشيك عليه واشتغلت عليه هو يبدا ان هو يفعل السيستم دوت ويدخل معاك، وبالفعل بيطلع لك في النتائج في الريزلت بتاعتك بيطلع لك من ضمن اللوسز يقول لك سبيكترال كوركشن لوسز ويظهر لك في اللوسز بتاعته. فده كان الاضافه الاخيره، ده بيبقى بيعالج الموضوع شويه، بيوضح لك الجزء اللي انت موجود فيه، بيظهر لك جزء من اللوسز ممكن تكون انت متجاهله، فدي بقت اضافه برضه متواجده في السيستم. وده الجزء الاول من الفيديو بتاعنا، احنا اتكلمنا فيه عن الابديتس اللي حصلت في الفيرجن 7 الجديد اللي هو اختلف عن الجزء اللي قبله، وباذن الله الجزء اللي جاي هنتكلم فيه عن الواجهه بتاعت البرنامج وكل جزء فيها بنعمل بيه ايه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.